مثلما كان يدفع للشعراء لنظم قصائد المديح بأشخاص وأقوام، كان يدفع لهم لهجاء الخصوم وذمهم. وعند قراءة قصائد المديح لابد أن تشم رائحة الكذب والمبالغة والتزلف لدى الشاعر. أما في الهجاء والقدح والتقضيع فلا بد أن تعثر في ديوان العرب على مشاعر صادقة تقطر من فم الشاعر على هيئة سم زعاف لو خلط بريق حية رقطاء لقتلها على الفور. أم أنني مخطئ يا أبو حميد؟ يا مرحبا بأصدقائي، أنا أحمد فاخوري وهذه قناتي على يوتيوب. أصبحتم تفهمون على أبو حميد عندما يطلب منكم الاشتراك والتعليق ومشاركة الفيديوهات والإعجاب بها. أبو الطيب المتنبي، الشاعر العباسي الفذ، مالئ الدنيا وشاغل الناس. تخيلوا أنه شرح قصائده أفذاذ اللغة العمالقة من ابن جني إلى أبي العلاء المعري، أعجوبة زمانه. ظل شعره إلى اليوم مصدر إلهام روحي للشعراء والأدباء، وله شبيحة يقاتلون من أجله ويدافعون عنه إلى يومنا هذا. على كل حال، كان المتنبي طموحا متعطشا للسلطة، يريد الحكم، كان فخورا بنفسه وأناه. لذلك تجد أصدق شعره عندما كان يمدح نفسه. وإذا كان الشعراء يفتخرون بقبائلهم وأنسابهم وأصولهم، كان هو يقول: لا بقومي شرفت بل شرفوا بي، وبنفسي فخرت لا بجدودي، ما مقامي بأرض نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهود. قصد حلب ومكث عند سيف الدولة الحمداني في بلاطه 9 سنوات لا يفعل شيئا سوى مدح سيف الدولة. ربما كان يريد أن يحظى بحكم، بمنصب، بوزارة في مناطقه. اسمعوا كيف كان يمدحه، هذا غيض من فيض: يا سيف دولة دين الله دم أبدا، وعش برغم الأعادي عيشة رغدا. هل أذهل الناس إلا خيمة سقطت من المكارم حتى ألقت العمدا، فخرت لوجهك نحو الأرض ساجدة كما يخر لوجه الله من سجد. طبعا سيف الدولة لديه الكثير من الشعراء والمستشارين، فأوغروا في صدره وغضب على المتنبي. فغادر الأخير قاصدا مصر، أقام فيها حوالي 4 سنوات مادحا حاكمها كافور الإخشيدي، علّه يصيب ولاية على الصعيد أو على صيدة. استمعوا إلى هذا المدح الذي مدح فيه كافور: أبا المسك ذا الوجه الذي كنت تائقا إليه، وذا اليوم الذي كنت راجيا، أبا كل طيب لا أبا المسك وحده، وكل سحاب لا أخص الغوادية، يدل بمعنى واحد كل فاخر، وقد جمع الرحمن فيك المعانية. إذا كسب الناس المعالي بالندى، فإنك تعطي من نداك المعالية، وغير كثير أن يزورك راجل فيرجع ملكا للعراقين واليا. فقال كافور في نفسه عندما سمع هذه القصيدة: فهمت عليك أبا المسك وأبا المسك، قلت لي للعراقين واليا، أأنت من غير ولاية ادعيت النبوة، فكيف إذا حكمت؟ فطنشه وماطله، فانقلب عليه المتنبي وأخذ ينظم فيه قصائد الهجاء المبطن من تحت لتحت، إلى أن غادر مصر. فهجا مصر وأهلها بأقذع العبارات، وهجا كافورا بأقذر قصيدة عنصرية عرفها الأدب العربي. لن أذكر أبياتها الشهيرة، بل سأذكر بعض الصور اللافتة. يقول فيها: ما كنت أحسبني أحيا إلى زمن يسيء بي فيه كلب وهو محمود، إني نزلت بكذابين ضيفهم عن القرى وعن الترحال محدود، جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان، فلا كانوا ولا الجود،
ما يقبض الموت نفسا من نفوسهم إلا وفي يده من نتنها عود، جوعان يأكل من زادي ويمسكني لكي يقال عظيم القدر مقصود. أولى اللئام كويفي رب معذرة في كل لؤم وبعض العذر تفنيد. هل انتبهتم إلى الصورة التي ذكرها في البيت؟ لا يقبض الموت نفسا من نفوسهم إلا وفي يده من نتنها عود، يعني أن ملك الموت إذا وكل بقبض روح أحدهم يقرف، يأبى أن ينفذ الأمر، وإذا أراد أن ينفذه فيفعل ذلك بيده عصا من بعيد من شدة قرفه من وسخها، وسخ الروح. سؤالي هنا، أين ترون صدق المتنبي وعاطفته الحقيقية في مدحه أم في هجائه؟ اكتبوا تعليقاتكم لنتناقش، سأقرأها طالما أنا في إجازة، لكن سأرجع قريبا لألقاكم عند الثالثة بتوقيت غرينتش. إيه؟ الثالثة.